السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب المستوى الثاني، دكتوراه مهنية أو دكتوراه مهني إدارة الأعمال. أهلا بكم في محاضرات مادة دراسات متقدمة في إدارة الموارد البشرية. والنهاردة إن شاء الله المحاضرة الثانية أونلاين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تقييم الأداء، وإن شاء الله نكمل عملية تقييم الأداء. في المحاضرة السابقة غطينا مفهوم أو تكلمنا عن مفهوم وخصائص تقييم الأداء، وبرضه تكلمنا عن فوائد ومجالات استخدام نتائج تقييم الأداء. النهاردة إن شاء الله هنكمل خطوات تقييم الأداء. خطوات تقييم الأداء، أول خطوة في عملية تقييم الأداء زي ما قلنا قبل كده هي عملية تحديد معايير الأداء أو الأداء المعياري. بمعنى إيه؟ زي ما قلت المحاضرة اللي فاتت، كلمة كويس لا تؤدي معنى، كلمة جيد في حد ذاتها لا تؤدي لمعنى. لابد أن يتم توضيح ما هو المقصود بمعنى كلمة جيد أو كلمة سيد. كيف يتم التحديد أو كيف يتم الإشارة إلى معنى هذه الكلمة؟ عن طريق تحديد معايير الأداء، الأداء المعياري الذي يتم لاحقاً مقارنة الأداء به، وبالتالي هي التي تستخدم كركيزة لعملية التقييم، زي مستوى الأداء المطلوب، زي عدد الوحدات المنتجة، زي عدد ساعات العمل المطلوب نشتغلها، وبالتالي هي أهداف المفروض إن إحنا نحققها. الخطوة الثانية من خطوات تقييم الأداء نقل توقعات الأداء للأفراد العاملين. طيب، حددت معايير الأداء، ده كافي؟ لا، غير كافي، لابد الناس تعرف إيه المتوقع منها، إيه المطلوب منها. يعني لما حضرتك تخش الكورس ده أو تبدأ عملية الدكتوراه المهنية، دخلت البرنامج لازم تكون عارف هتدرس كام مستوى، ومطلوب منك كام درجة عشان النجاح، مطلوب منك تحضر كام ساعة، مطلوب منك مثلا ديزرتيشن، أو مطلوب منك تعمل رسالة بعد كده، ولا ايه المطلوب منك بالظبط. لابد يتم نقل توقعات الاداء للافراد، وهنا من الافضل ان يتم التواصل ما بين هؤلاء الافراد، وتكون التواصل ذو طرفين، يعني من اعلى لاسفل ومن اسفل لاعلى. يعني الرئيس يتواصل مع العاملين ويقول لهم توقعات الافراد، ويكون عندهم الفرصه، توقعات الاداء بالنسبه للافراد يعني المطلوب منهم ايه، ويكون عندهم فرصه ان هم يرجعوا يسالوا يتناقشوا معاه، يكون في نوع من انواع المرونه بشان هذه المعايير، او لو في شيء غامض غير واضح مش مفهوم عايزين يتاكدوا منه خلاص. وبالتالي اي جوانب غير واضحه او مبهمه لديهم يكون لديهم الفرصه في الاستفسار عنها، وبالتالي يكون الاتصال ذو طرفين او ذو اتجاهين. الخطوه الثالثه عمليه قياس الاداء. يبقى رقم واحد حددنا المعايير، عرفنا الناس ايه هي المعايير الاداء الجيد، ايه المطلوب منهم، نبدا عمليه قياس الاداء. ففي عمليه قياس الاداء ده اللي قلنا عليه الاساس كل الشغل، اللي هو لابد ان يتم قياس الاداء بموضوعيه. هتقيسه ازاي؟ والله هتلاحظ الاداء عن طريق الملاحظه، هترجع للتقارير الاحصائيه اللي هي فيها معدلات الانتاج او ساعات العمل او معدلات الغياب او التقارير الشفويه، التقارير المكتوبه، اي طريقه هتقيس بيها الاداء ديت هتختلف بقى. مش هنقدر نحط هنا ستاندرز او معايير او حاجه واحده تستخدم في كل الشركات او في كل حسب طبيعه العمل. هنقيس الاداء بالوحده، بعدد ساعات العمل، بالانجاز اللي حققه، بالتكاليف اللي وفرها، بالايرادات. يعني لو من دون مبيعات هقيس اداؤه بايه؟ بحجم المبيعات اللي حققها. تمام. وهنا اهم شرط قلنا يكون فيه نوع من انواع الموضوعيه والحياديه في عمليه قياس الاداء. الخطوة الرابعة والبديهية، أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أقارن ما بين الأداء الفعلي مع الأداء المعياري. المثال اللي أنا ضربته المرة اللي فاتت، لو قلنا إن العامل بتاعي ده هو ترزي مثلا أو بيخيط في مصنع ملابس، ومطلوب منه إن هو المفروض الأداء المعياري إن هو يفصل في الوردية بتاعته مثلا 10 قمصان رجالي، فأبدأ أشوف بقى هو فصل كام واحد وأبدأ أقارنه مع الأداء المعياري. وبالتالي الخطوة ديت مهمة جدا عشان أبدأ أكشف الانحرافات ما بين الأداء المعياري والأداء الفعلي، وأبدأ أخد الخطوة
الامور بجديه، الامور بجديه، بحيث ان الايه المقيم يقدر يوصل للاداء بصوره زي ما قلنا صوره ايه صادقه، ويقدر يقارن الاداء الفعلي مع الاداء المعياري، ومش بس كده يبدا يوصل نتائج التقييم ديت للافراد. يعني لما بتقارن الاداء الفعلي مع الاداء المعياري لابد انك تحاول توصل نتائج التقييم للافراد، لان نتيجه التقييم ده هتاثر على روح المعنويه بشكل كبير جدا. طيب اوصلها لهم كده وخلاص؟ لا، طالما وصلتها لهم يبقى لازم تبدا تناقشهم في نتائج التقييم. لا يكفي ان يعرف الافراد نتائج عمليه التقييم، بل من الضروري ان تكون هناك مناقشه لكافه الجوانب الايجابيه والسلبيه بين مين ومين؟ بين المقيم او المشرف وبين العامل، وبالتالي تقدر توضح له الامور او الجوانب التي لا يدركها. خلاص، لانك لما بتقارن الاداء المعياري مع الاداء الفعلي ووجدت انحراف لابد انك تبلغه. ابلغه بس؟ لا، يكون في نوع من انواع المناقشه بحيث انك يشعر بنوع من انواع الحياديه والعداله في قياس الاداء نفسه في حد ذاته. الحاجه الثانيه قد يكون يشعر انك انت متحامل عليه شويه لو كانت نتائج التقييم او المقارنه في غير صالح العامل، فتيجي هنا المناقشه تؤتي ثمارها وتوضح له الجوانب الايه الغير واضحه او الغير مفهومه بالنسبه له. طيب خلصنا كده خطوات تقييم الاداء؟ لا، باقي اهم خطوه وهي الاجراءات الايه التصحيح. طيب اذا قررنا في الخطوه 4 ما بين الاداء الفعلي والاداء المعياري كان في انحراف، انحراف سلبي، ممتاز، لازم ابدا اخد اجراءات تصحيحيه اصحح الكلام ده. طيب التصحيح ده هياخد كام شكل؟ انا عندي نوعين من انواع التصحيح او شكلين من اشكال التصحيح، يا اما عمليه تصحيح مباشره وسريعه او عمليه تصحيح اساسي. المباشره والسريعه انك بتحاول تشوف، انت مالكش دعوه بالاسباب لاداء الانحرافات، انت بتحاول تعدل الاداء ليتطابق مع الاداء المعياري. بتحاول تعدل الاداء ليتطابق مع الاداء المعياري. والله هو المفروض ينتج 10 قمصان، هو انتج كام؟ 7. لا، هو لازم يزود الايه الاداء، فهيشتغل ساعه زياده، هتحاول انت ايه تزود الانتاج الفعلي عشان يوصل للايه للمستهدف اللي احنا عايزينه. ده اسمه ايه؟ اجراء سريع ومباشر. ولكن في اجراء تاني اساسي وهو ده المطلوب، وده اللي بيأثر على المنشأة في الاجل الطويل وبيدي لها وبيعود عليها فوائد كثيره جدا على المدى الطويل، انك تشوف بقى ايه اسباب تمشي وراء اسباب هذا الانحراف. ليه هو 7؟ قد يكون هو 7 نتيجه ان الاله اللي معاه او الماكينه اللي معاه ما بتساعدوش على الكلام. قد تكون الانحراف ده هو نتيجه ان ظروف المواصلات ومكان بعيد والمؤسسه او الشركه ما بتوفر لهمش وسيله انتقال ملائمه، او ان التهويه والحراره عاليه قوي في المكان فما بيقدروش يعملوا، او ان في هدر جامد طول الوقت اثناء العمل، استدعاءات من المدير واستدعاءات من المشرف ومراجعات، فبيحصل عمليه توقف كتير، او ان الانحراف ده هو كان نتيجه مثلا مفيش توفر موارد، ما كانش فيه قماش مثلا، او ما كانش فيه خيط مثلا، او اي حاجه من الموارد المستخدمه او الماتيريالز اللي بيستخدموها. فانت كده عملت ايه؟ انت مشيت بصوره كبيره شويه، بدات تتقصى وراء اسباب الايه الانحراف، وبالتالي بنسميه الاجراء التصحيحي الاساسي. وهنا بنقول ان الاجراءات التصحيحيه زي ما قلنا نوعين، يا اما مباشر وسريع بتحاول تعدل النتائج بغض النظر عن الاسباب، او تمشي وراء الاسباب وتشوف اسباب هذا الانحراف ايه وتبدا تعالج الاسباب، وده طبعا الصح وده اللي بيؤثر على المنشاه في الاجل الطويل. النقطه اللي بعد كده عوامل تقييم الاداء. انا هقيم الاداء ازاي او على اي اساس؟ يا اما عوامل شخصيه، يا اما نتائج اداء، يا اما عوامل السوق. يبقى انا عندي ثلاث عوامل اقدر استخدمهم في تقييم الاداء. العوامل الاولى او النوع الاول من العوامل هي العوامل الشخصيه. والله انا بقيس الاداء بشخصيه الفرد. بفترض ايه بقى؟ بفترض ان شخصيه الفرد، العوامل الشخصيه زي مثلا الصدق، زي الامانه، زي الاستقامه، زي الانضباط، كل الحاجات ديت بتؤثر على على اداء المنشاه او اداء العمل. خلاص، في بعض الوظائف يعتمد نجاحها او ان الوظيفه تؤدى بصوره كويسه او انها تحقق الهدف بتاعها او تحصل على النتائج المطلوبه على شخصيه الفرد، ان هو يكون امين، ان هو يكون صادق. معظم وظائف خدمه العملاء ومعظم وظائف مندوب المبيعات بتعتمد بصوره كبيره جدا على العوامل الشخصيه، القدره على الاقناع، القدره على توصيل المعلومه،
الصدق والامانه مع العملاء والزبائن بتوعه، كلها عوامل شخصيه. فانت بتفترض ان العوامل الشخصيه ديت هي اللي بتاثر على نجاح الايه العمل بتاعك، وبالتالي لما اجي اقيم العمل هقيمه على ايه؟ على نفس العوامل، على العوامل الايه الشخصيه. بس فيها عيب خطير جدا، انك مفيش اتفاق على العوامل الشخصيه اللي بتاثر على طبيعه الشغل. يعني اشمعنى الامانه والصدق؟ طب ليه مش الانضباط؟ طب ليه مش الثلاثه؟ يعني تختلف ايه هي العوامل الشخصيه بقى اللي بتاثر. ده امر. الامر الثاني ان عمليه تقييم الشخصيه الانسانيه دي عمليه صعبه جدا. عشان تقيم شخص او تقيم شخصيه حد، لا دي عمليه صعبه تختلف من شخص للتاني، لانها بتدخل فيها نوع من انواع التحيز. يعني نفس الشخص ممكن يكون بالنسبه لك عندك انطباع جيد عنه، فهتقيمه هتبقى مايل ناحيته شويه فهتقيمه بصوره افضل. حد تاني يكون واخد ضده اتجاه سلبي او مش مرتاح له او او او، فهيكون ايه تقييم سلبي او في عكس مصلحته. يبقى ده اول طريقه او اول عامل ممكن تستخدمه في تقييم الاداء. العامل الثانيه وهي نتائج الاداء، ودي طبعا الاكثر الانواع العوامل تقييم الاداء شيوعا، يعني لانها النتائج هي العدل في العاده هي المحصله النهائيه لاداء العمل، وسهل جدا تقيس النتائج. يعني زي ما قلنا المثال بتاع عدد القمصان اللي انت انتجتها، او عدد الوحدات المنتجه خلاص، او المبيعات الاجمالي او الدخل الاجمالي، عدد وحدات البيتزا اللي انتجتها، عدد السندوتشات اللي بعتها او اللي عملتها. سهل جدا انك تقيس نتائج الاداء على حسب ان كان انتاج او كان خدمه. يعني لو طبيب او مستشفى، عدد المرضى اللي عالجوه او عدد السرير اللي مشغول، يبقى سهل جدا انك تقيس نتائج تقييم الايه الاداء. احيانا يمكن تحتاج نوع من انواع الحكم الشخصي خلاص في بعض الاعمال، لانك انت بتشوف جوده النتائج. هل هي ما هو الفكره بس مش في العدد كمان، ده الفكره في النوع. هل تمت الانتاج او تم الانتاج انتجت العشر قمصان او 50 قميص وكلهم بجوده عاليه، ولا كلهم معيوبين وبعد كده رجعوا لنا؟ دي قصه ثانيه برضه. فده عيب او حاجه لابد يتم مراعاتها اذا كنا بنقيم من خلال نتائج الاداء. هو سهل واكثر شيوعا، ولكن يحتاج الى نوع من انواع التركيز. ليه؟ لان نتائج الاداء بترتبط بالوقت وترتبط بالتكلفه وترتبط بالجوده، لابد ان انا اراعي العوامل دولت وانا بقيس نتائج تقييم الاداء. اخر مجموعه وهي عوامل السلوك. لا يمكن قياس عوامل السلوك بموضوعيه مثل النتائج. ده كلام منتهي، يعني لان عوامل السلوك سلوك الانسان او السلوك البشري اكتر شيء يصعب التنبؤ به واصعب شيء يمكن تقويمه، وبالتالي هو يختلف كثيرا عن نتائج الاداء. يبقى يصعب تقييمه بموضوعيه، ولكن يساعد تقييم عوامل السلوك في تخطيط تطوير المنظمة. ليه؟ لأن المنظمات دي عبارة عن إيه؟ يعني لو قلنا المنظمة مفهومها هي مجموعة من الأفراد يتعاملون معا أو يتفاعلون معا لتحقيق هدف مشترك، ده معنى المنظمة. فالمنظمات تقوم على الأفراد، فإذا كان سلوك الأفراد منضبط خلاص. هديك مثال واحد بس في الحضور والانصراف، في التزام التقارير في مواعيدها او الشغل بأعمال، هيؤدي الى انضباط المنظمه ككل وتحقيق النتائج الايه المرغوبه، وبالتالي يمكن تقييم الاداء من خلال قياس السلوك. دي كلها عوامل تقييم الاداء. طبعا احنا مش محتاجين نقول لازم عوامل تقييم الاداء دي تكون فيها نوع من انواع الثبات وتكون تمشي لفتره معينه. ما ينفعش ان انا كل مره اقيم على اساس عامل مختلف غير الثاني، لان الثبات ده بيسمح لي بالمقارنه وبيقول لي في تطور ولا مفيش تطور، وبيكون منصف في المقارنات ما بين العاملين وبعض. ننتقل للجزئيه اللي بعد كده اللي هي طرق التقييم. الحقيقه في طرق كتير لعمليه التقييم، طرق تقليديه وطرق حديثه. من اهم الطرق التقليديه وهي طريقه التدريج البياني. يعني ايه طريقه التدريج البياني؟ دي طريقه سهله جدا وهي قديمه ومن ابسط الطرق. انا والله بشوف العوامل اللي انا هقيم عليها، العوامل اللي انا هقيم عليها كويس. انا هقيم على اي عوامل؟ على خلينا العوامل الشخصيه. ممتاز. ايه هي بقى العوامل الشخصيه؟ الصدق والامانه والالتزام وانضباط بالمواعيد. خلاص تمام، دول اربع عوامل. هحط مقياس من 1 لـ10 او من 1 لـ20 او من 5 لـ100 على اساس ان انا همشي بالخمس نقاط يعني، وابدا اقيم الاربع عوامل
امسك الموظف الاول اديله تقييم، والله في النقطه دي في الصدق هديله مثلا 8 من 10، الثاني هديله 9 من 10. في النقطه في العنصر الثاني اللي هو مثلا الامانه او الالتزام بمواعيد العمل، ده 7 من 10 وده 10 من 10 وده 9 من 10 وهكذا. يبقى يبدا المشرف يعمل ايه؟ يحط علامه او يحط درجه او يأشر على العلامه اللي هو شايفها للتقييم اللي هو او عامل التقييم اللي هو بيقيم على اساسه. يبقى احنا مسكنا عملنا ايه؟ حددنا الاول عوامل التقييم عند 10 عوامل مثلا، جوده عدد الوحدات المنتجه، جوده النتائج، الالتزام بمواعيد التسليم، الالتزام بمواعيد العمل، معدلات الغياب، كل الكلام حلو. رصيت لسته كده 10 5 7 8 عوامل، ابدا ادي لكل واحد من الموظفين تقييم من 1 ل 10 او من 1 ل 20 زي ما انا عايز، اشوف اعلى قيمه كام وابدا ادي له وابدا اجمع فيديني الايه المجموع، ومن خلالها اقدر اقول مين افضل العاملين او مين التقييم المقبول بالنسبه لي. طبعا هنا برضو ممكن يكون عندك ايه، ان في المتوسط لازم كل واحد يجيب مثلا 7 من 10 او في المجموع مثلا 70 من 100، 70 نقطه من 100 نقطه عشان تقول ان الشخص ده كويس او يقدر يستمر في العمل او خير. طبعا الطريقه سهله جدا ومفيش فيها حاجه، ولكن برضو يعاب عليها انها هتفترض ان كل الصفات لها نفس الاهميه. كل الصفات لها نفس الاهميه، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انا عندي صفتين زي عدد الوحدات المنتجه وجوده المنتجات، تقيم دي من 1 ل 10 وقيم دي من 1 ل 10، طب هل الاثنين بالنسبه لك مهمين بنفس الدرجه؟ اذا كانوا مهمين بنفس الدرجه مفيش مشكله، ولكن قد يكون الجوده عندك اهم بكتير من العدد، وبالتالي لما تديهم اتنين نفس التقييم او يتقيموا بنفس الاسلوب بدون اوزان ترجيحيه، فانت كده بتظلم واحده على حساب الايه التاني. فده العيب البسيط في الطريقه ديت اللي هي طريقه التدريج البيان. الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الترتيب. الترتيب بتبدا ايه بقى؟ الثانيه الطريقه الاولانيه اللي قلنا عليها اللي هي التدريج البياني، انا قيمت كل الناس اللي عندي طبقا لمعيار وانا حطيته. اما طريقه الترتيب بتختلف عنها في ايه؟ ان انا برتب الناس اللي عندي طبقا لافضلهم من الافضل للاسوء. تاني كده، برتب الناس اللي عندي من الافضل للاسوء. الطريقه الاولانيه انا ممكن كل الناس اللي عندي تاخد 50 من 100، اعلى حد ياخد 70 من 100، خلاص. اما في طريقه الترتيب لا، انا هرتب الناس اللي عندي من الافضل للاسوء، يعني ممكن يكون افضل واحد عندي سيء جدا او هو وحش جدا. هديكم مثال، يعني لما يكون زي ما يكون الطلبه مثلا اللي في كورس معين، انا هعمل لهم امتحان، ممكن الطلبه دي كلها تجيب مقبول، ممكن الطلبه دي كلها تسقط، ممكن الطلبه دي كلها تجيب امتياز. ممتاز، دي الطريقه الاولانيه اللي هي الترتيب البياني. اما طريقه الترتيب لا، انا بمسك الطلاب اللي قدامي ده هم اقيمهم مين افضل واحد فيهم لحد ما اوصل لاسوء واحد، فلازم احطهم في لاين كده من الافضل للاسوء. طبعا قد يكون افضل واحد هو بوجه عام هو سيء، ولكن ده افضل 20 زي ما بنقول، او افضل العناصر الموجوده اللي عندي. يبقى تقوم هذه الطريقه بمقارنه الافراد الخاضعين للتقييم بعضهم ببعض في الكفاءه العامه للاداء، حيث يتم ترتيب الافراد تصاعديا او تنازليا حسب اقلهم احسنهم اقلهم كفاءه. ده الترتيب بصفه عامه. واحيانا في طريقه ثانيه للترتيب اسمها المقارنات الثنائيه، يعني امسك ايه كل واحد اقارنه بالمجموعه لوحده، واطلع الايه امسك اثنين اثنين كده، وامسك كل اثنين اطلع الوحش في الاثنين او مين الافضل. يعني همسك خلينا عندي 10 موظفين اقسمهم 5 مجموعات، دي اسمها طريقه المقارنات الثنائيه. ماشي، اعمل ايه؟ خلاص ال10 هقسمهم 5 مجموعات، امسك اثنين اثنين، طيب واطلع في كل واحد الافضل، كل مجموعه يبقى ال10 قسمتهم 5 مجموعات، كل مجموعة فيها اثنين، قارنت الاثنين ببعض، خدت الأفضل، واحد أفضل، واحد أسوأ. بعد كده عندي 5 أسوأ و5 أفضل، آخد الخمسة الأفضل أقارنهم ببعض. وأطلع أفضلهم، آخد الأسوأ وأقارنهم ببعض، وأبدأ أعمل إيه؟ ترتيب. طبعًا الطريقة ديت صعبة شوية وغير عملية، لأنك لو أنا بتكلم في 10 فما بالك لو 100، لو 1000، في بعض الشركات فيها بال 5000 وأكتر من عدد العاملين، فأنت الكلام ده هتعمله إزاي؟ يعني غير موضوعي أو غير عملي شوية. ولكنها ما زالت طريقه من طرق التقييم. الطريقه الثانيه او من الطرق الحديثه وهي طريقه التوزيع الاجباري. يعني ايه؟ يعني انا لازم يكون عندي التوزيع يتبع منحنى التوزيع الطبيعي. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك مثال. الطلاب اللي عندي في مستوى معين لازم حد فيهم يجيب ممتاز
ولازم حد يجيب جيد جدا، ولازم حد يجيب جيد، ولازم حد يجيب مقبول. يبقى كلهم يمشوا طبقا للمنحنى التوزيع الطبيعي، ما ينفعش ان كلهم يجيبوا امتياز او كلهم يجيبوا مقبول، ولازم المعظم يكون في منطقة الوسط مثلا. فدي الطريقة التوزيع الاجمالي. فانا مضطر بقى اشوف الناس اللي عندي دي وافرزها كويس، واخلف حد في اقصى اليمين وحد في اقصى الايه اليسار، على ان يكون معظم العاملين في الايه في المنتصف. طبعا الطريقه زي ما انتم شايفين هي بتفترض اصلا الناس اللي عندي تتبع التوزيع الطبيعي، وهذا افتراض غير صحيح او غير واقعي، لان ممكن الناس كلها تكون كويسه او معظمهم مش كويس. فده طريقه التوزيع الاجباري. في حاجه اسمها طريقه الاختيار الاجباري. يعني ايه الاختيار الاجباري؟ دي الطريقه دي بتحاول شويه تتغلب على مشكله التحيز وعدم الموضوعيه. بمعنى ايه؟ ان انا هوزع استمارة التقييم على الرؤساء اللي هيقيموا او المقيمين. الاستمارة ديت فيها مجموعات من الجمل، يعني كل مجموعه من الجمل تحتوي على اربع جمل، جملتين تمثلان الصفه المرغوبه او حاجه كويسه، وجملتان تمثلان الصفه غير المرغوبه. ماشي. يعني انا اقول ايه، خلينا نتكلم على مثلا جوده المنتجات، جملتين بيصفوا ان المنتجات اللي العامل ده بينتجها جيده، وجملتين بيقولوا ان هو بينتج الجوده بتاعته اي كلام وبينتج منتجات مش مظبوطه. كويس كده. فكده يبقى المقيم هيعمل ايه؟ يجي مثلا هو بيقيم دلوقتي العامل الف، فهي هو دلوقتي لازم يعلم على علامه من الصفه المرغوبة وواحدة من الصفة غير المرغوبة. هو ما يعرفش، المقيم في الوقت ده ما يعرفش يعني أيهما سيحسب في صالح العامل أو ضده، هو مش عارف. يعني مش عارف الوزن النسبي بتاعت كل واحدة، لأنه المفترض لو علم على الأولانية دي هياخد 9/10، لو علم على التانية مثلا ياخد 6/10. هو ما يعرفش الكلام ده، وبالتالي بتخليه في نوع من أنواع الموضوعية في عملية التقييم. الطريقه اللي بعد كده اللي هي طريقه الاحداث الحرجه. طريقه الاحداث الحرجه ديت يتم ملاحظه جميع الاحداث الايجابيه والاحداث السلبيه التي يقوم بها العامل. تتضمن هذه الطريقه قياس الرئيس المباشر او قيام الرئيس المباشر بتدوين الاعمال او الاحداث الايجابيه او السلبيه التي يلاحظها على اداء الفرد الاعمال خلال فتره التقييم، وبعدها يتم إعطاء قيمة لكل حادثة على حسب أهميتها في العمل، حيث تكون هذه القيم على درجة من السرية، ومن ثم لا يتم الاحتفاظ بها واستخدامها للدلالة على مستوى الأداء. بمعنى إيه؟ التقييم ما بيتمش في لحظة، التقييم لازم يكون مستمر. فأنا بشوف والله عمل كذا كويس وكذا كويس وكذا كويس، بس عمل كذا وحش في الموقف ده، عمل كان فيه عيب كذا أو فيه ديفكت كذا، أو ما عملش الشغل بالطريقه المناسبه، او كان عنده عيوب كذا. فانا بشوف اجمال الايجابيات واجمال السلبيات وابدا ادي لها درجات او اوزان نسبيه، واقيم العامل على اساس هذه الاحداث الحرجه اللي مرت به خلال فتره العمل ككل. يعني مثلا كنا في ضغطه شغل، وهو الراجل فضل لحد ميعاد الشغل بينتهي لثلاثة وفضل لاربعه وخمسه. كويس جدا. كنا مضغوطين وكان بينتج في الساعه اكتر من المطلوب. كويس جدا. بينتج عدد الوحدات من المنتجات بتاعته كلها نسبة الجودة فيه، ما عندوش عيوب وما عندوش انتاج تالف او معيب او كلام من ده. كويس، كل الحاجات تحسب لصالحه، ولكن كم يوم جه متأخر. تمام. ولكن وزن النسبة بتاعت جه متأخر ديت هيبقى قليل جدا بالمقارنة بالأحداث الإيجابية، وهكذا. ببدأ أشوف الحاجات الإيجابية والسلبية اللي في صالحه واللي مش في صالحه. وبالمناسبة عملية الإدارة بالأهداف هي إحدى طرق التقييم. الإدارة بالأهداف هي إحدى طرق التقييم. طبعًا الإدارة بالأهداف ده مفهوم شائع في الإدارة. يعني إزاي تتم عملية التقييم باستخدام الإدارة بالأهداف؟ سهل جدًا. يعني هو بيتم تحديد الأول من حد الأهداف. وطبعًا الأهداف تكون كمية ويكون قابل للقياس. لازم تكون الأهداف سمارت نقدر نقيسها وتكون كمية. طيب الأهداف ديت مش بس الرئيس اللي يحددها، لازم يتم اشراك المرؤوسين مع الرؤساء في تحديد الاهداف. لان لما الرئيس بس بيحدد الاهداف قد تكون اهداف يصعب تحقيقها او غير واقعيه او في مشاكل في التنفيذ، هو مش هيفهم الكلام ده لانه مش بيقوم مش هو اللي بيباشر عمليه التنفيذ بنفسه. وبالتالي من الافضل ان يتم اشتراك كل من الرئيس والمرؤوسين في تحديد الاهداف. طيب الخطوه الثالثه
وضع خطة لبلوغ الأهداف. يبقى كده حطوا أهداف، اشترك المرؤوسين مع الرئيس في وضع الأهداف، يعملوا خطة لتحقيق الإيه؟ الأهداف. رقم أربعة، يتم وضع المعايير التي بناء عليها يتم قياس هذه الإيه؟ الأهداف. فنقيس الأهداف إزاي؟ طيب نيجي في نهاية الفترة، حققنا الأهداف تمام، يبقى احنا كده ايه؟ التقييم ممتاز 100%. ما حققناش خالص كده صفر، الاداء منخفض. طب حققنا بنسبه 70% 60%. خلي بالك احنا كنا قايلين الاهداف اهداف ايه؟ كميه، يعني مثلا المبيعات بتاعتنا السنه دي 100,000، حققنا الهدف بتاعنا نحقق مبيعات 100,000، جينا نقيس الاداء الفعلي مبيعات 80,000، يبقى احنا ايه؟ نتيجه التقييم هي 80%. ده بالنسبه للهدف ده. ف الاداره بالاهداف هي احدى طرق تقييم الاداء. نخش على النقطه الاخيره اللي هي اداره عمليه التقييم. والسؤال الاول هنا، من الذي يقوم بعمليه التقييم؟ طبعا انا عارف البديهي، واول حاجه تيجي للعقل يعني الاقرب للذهن ان احنا نقول الرؤساء هم اللي هيقيموا، تمام. ودي احدى الافراد الذين يمكن نستعين بهم في عمليه التقييم الاداء، على اعتبار ان الرئيس هو الاعرف والاقدر على وضع تقييم فعلي واقع المرؤوسي، لان هو بيحتك بهم بصوره مباشره ويوميا، وهو المسؤول عنهم خلاص. ولكن طبعا ايه يعاب على الاسلوب ده، ان هو هيعتمد على شويه على يعني اراء الشخصيه، وقد ينحاز شويه ضد ده او مع ده، وقد يكون متسلط، فعيب شويه في العمليه. الحاجه الثانيه، المرؤوسي ازاي؟ طبعا المرؤوسين يقدروا يقيموا بسهوله جدا اداء رؤسائهم. يبقى المرؤوسين يقدروا يقيموا اداء الرؤساء. ليه؟ لان زي ما الرئيس هو محتك مباشره بالمرؤوسين، المرؤوسين هم اكثر ناس ذو صله او على صله كبيره مع الرؤساء، ويعرفون جيدا اداء رؤسائهم، وخاصه فيما يعود على ادارتهم للعمليه الاداريه، التخطيط والتنظيم والقياده والرقابه والكلام ده، لان هو بيخطط والكلام ده كله بينعكس على شغلهم هم، وبينعكس على باقي الاداء. فهو اذا كان اداؤه او تخطيطه مش تمام، او عمليه الرقابه مش كويسه، او التنظيم كذا، فهينعكس طبعا على الاداء. فالرؤساء فعلا قادرين على تقييم اداء المرؤوسين، اسف، قادرين على تقييم رؤسائهم. ثالث شخص يقدر يقوم بعمليه التقييم هم الزملاء. يبقى كده ايه؟ الاول قلنا الرؤساء، بس الرؤساء يقيموا مين؟ مرؤوسين. والمرؤوسين يقيموا مين؟ رؤسائهم. بعد كده الزملاء، الزملاء يقدروا ايه؟ يقيموا زملاء. يعني في بعض المنظمات يتم التقييم من خلال الزملاء، يبقى كل فرد يقدر يقيم زملاء. والحقيقه انا كنت بعملها في بعض البرزنتيشنز مثلا، او في بعض المحاضرات اللي كان بفعل عرض تقييمي، كنت بحط كده المعايير اللي انا عايز اقيم عليها الاساس، وابدا اقول ايه، والله جوده الشرايح وطريقه العرض والمحتوى العلمي وشويه المعايير اللي انا عايز اقيم عليها بحطهم، وبدي مثلا من 1 لـ5. وفي مجموعه بتشرح بتعمل عرض للجروب بتاعها، بوزع على بقيه الناس اللي حاضر الاستمارات، وكل واحد بيدي للناس الموجوده تقييم، بيدي له بقى من 1 لـ5 على كل معيار من المعايير اللي انا حطيتها، وابدا اخد متوسطات الكلام ده كله. يديني الدرجه، يبقى يديني درجه الطلاب اللي عرضوا الايه العرض. فده نوع من انواع تقييم الزملاء لايه؟ لزملائي. وطبعا ايه زي ما انتم عارفين، قد يكون في، مش قد يكون يعني، في حاله المحاضرات والكلام ده يعني الى حد كبير، الا اذا كانوا طلبة دكتوراه زي حضراتكم كده او ماجستير، فبيكون نوع من فيه نوع شويه من انواع الموضوعيه. انما في الاندر بصراحه يعني فشل ذريع، لانهم بيتحيزوا لو فهموا اللي انا بعمله بيتحيزوا، بس طول ما هم مش فاهمين هو الهدف من ده ايه بتمشي الامور تمام. في كمان نوع التقييم الذاتي، وطبعا قد يختلف وقد يتفق البعض مع نوع من انواع التقييم الذاتي، لان ما فيش حد بيحب يقول على نفسه انه مش كويس، ولكن في ناس بتكون صادقه مع نفسها وبتقدر تقيم نفسها بصوره موضوعيه، لانها بتكون عايزه تعرف نواحي الضعف اللي عندها وعايزه تحسن، فبتبدا الشركه تديهم استمارات، وهم يبداوا يحطوا نفسهم درجات او يقيموا نفسهم في كل عنصر من عناصر. اخر حاجه تقييم العملاء، وطبعا ده شائع جدا جدا في المنظمات الخدميه اللي بتتعامل مع الزبائن، في الفنادق، في المطاعم، في الـ كل الـ الخدمات اللي بتقدم، غالبا التقييم بيتم من خلال العملاء، لان هم بيكونوا محتكين بهم بصوره مباشره، لان الخدمه دائما ترتبط
مقدم الخدمة يرتبط بالمستهلك ويتم تقديم الخدمة مباشرة للمستهلك للعميل، فالعميل أكثر الناس قدرة على تقييم أداء العاملين، يعني أكثر من الرؤساء نفسه، لأن الرئيس بيكون في مكتبه، العميل بيتعامل مع الموظف بصورة مباشرة وبشكل أكثر بكتير ما الرئيس بيتعامل مع المرؤوسين. أخطاء تقييم الأداء، أول حاجة أول خطأ قلنا خطأ التحيز الشخصي، طبعا ده عكس الموضوعية ونبهنا عنه من الأول لأن ده خطأ كبير جدا. الخطأ الثاني أخطاء الهالة. يعني إيه أخطاء الهالة؟ في حد كده يعني اللي هو فكرة إيه؟ الانطباع الأول يدوم أو يسود، في حد كان عنده سمعة كويسة أو سمعة سيئة، فخلاص السمعة دي ماشية مع إن هو كويس مش عارف، بعد كده هو مش بيعمل حاجة أصلا، ولكن خلاص هو بيتاخد عنه انطباع إن هو كويس ومية مية وخلاص، فدايما تقييمه إيه؟ طبقا للهالة بتاعته أو السمعة اللي اتاخدت عنه. والعكس صحيح، حد بيتاخد عنه انطباع إن هو مهمل أو مش كويس أو بيعمل، فطول الوقت الموضوع ده إيه؟ لازم، وده خطأ كبير. الخطأ الثالث هو خطأ تقدير الوسط. في نسبة كبيرة من الناس والرؤساء بيميلوا دايما للايه؟ للوسط، يعني ما عندوش حد كويس خالص وما عندوش حد وحش، يعني هو خلاص كأنه كله ماشي الحال، الطلبة كلهم ناجحين وخلاص، كلهم في النص، كلهم كويسين، ما فيش حد ممتاز وما فيش حد رسمي، اللي هو خطأ تقدير الوسط. خطأ الانطباعات المسبقة، وده طبعا بيختلف عن خطأ الهالة. الهالة حد يعني ايه معروف بسمعه وقبل ما يلتحق بالايه بالشركه، اما خطأ الانطباع المسبق قد يعني حد يدي لك انطباع قبل ما تتعامل مع الشخص ده، او انت قابلته صدفه في حاجه فخدت عنه انطباع مسبق، فالانطباع ده بيأثر عليك في عمليه الايه التقييم. الخطأ اللي بعد كده اللي هو التأثر باخر تقييم، يعني ممكن يكون واحد اخر تقييم بتاعه كان كويس بعد كده اداؤه انخفض، والعكس صحيح كان اداؤه مش كويس وبعدين اداؤه ارتفع، فده خطأ تاني واللي هو التأثر بآخر تقييم بعيدا عن التقييم الموضوعي. خطأ النسيان، حد يعمل حاجات كويسة كتير كويسة و اتنست يعني وما تاخدش في التقييم، والعكس صحيح خلاص انك تنسى اللي فات يعني. اللي بعد كده اللي هو المبالغة في عملية التقييم. المبالغة في التقييم انك سواء تبالغ في ايجابيا او سلبيا، يعني انك تزود حد قوي او تدي لحد درجة عالية قوي او انك تقلله قوي وتبخسه حقه يعني. فكده دي كانت اخر حاجة في عملية تقييم الاداء. بكده ان شاء الله يبقى خلصنا المحاضرة ديت، والتقيكم ان شاء الله المحاضرة القادمة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.